ما عندي هاي الفكرة تبع أنه الإنسان بشكل عام نحن مضطهدين، لكن النساء بيجي عليها اضطهاد أكثر نتيجة تعرفي بقى الاضطهاد الاجتماعي اللي تصير. يعني إذا ميركل من ميركل المستشارة الألمانية اللي من أقوى النساء في العالم، الشخصيات في العالم خلينا نقول، تعرضت لإساءة من بوتين بلقاء معين في كتر راجعوها على عبر الإنترنت، يعني مضبوط. إنه كونها امرأة تمام، فهذا الشيء دليل إنه شوف كيف جرى الموضوع. نرجع لموضوع عيد العمال. نرجع لموضوع. فكان دائما عيد العمال كان في تلاقي يوم من أيام من الأيام اللي لازم يكون في إعادة تفكير بأحوال هالعمال. مثل كل أيام. مضبوط. نشوف يعني هم شلون يتعبون. تمام. يعني بالأخص عمال النظافة بصراحة. إيه. يعني عن جد ربنا يعينهم. تمام. إيه يعني هلك عندك عمال نظافة، عندك العمال طرقات العامة، عندك عمال البناء اللي بيشتغلوا بالطوابق العليا، يلي أكيد. أنا شخصياً سمعنا عن عشرات القصص يلي العامل بيتعرض لإصابة ما بيتم معالجته فيها. تمام. غير عندك الفصل التعسفي، في عندك يعني بهالظروف هي، مو نحن دولنا غريبة عجيبة ما بعرف شو الخلطة اللي نسوي منها، فنحن يعني على اساس دول ايضا حتى الاجور مالتهم طبعا. ده تشوف انت شلون بنفس الوقت يعني الغلاء اللي دي يزيد عندنا، يعني استغلال العمال، فهذا استغلال ايضا بنفس الوقت لهم. لما نقول عيد العمال يعني كان المفروض عندنا نقابات اسمها نقابات عمالية، نقابات نسيج عمال الخشب، ولا في اتحاد العام للنقابات، هذه كلياتهم انا برايي يمكن بالدول العربية يمكن دولتين أو ثلاثة فيها نحكي عن تجربة نقابية حقيقية للعمال، غير هيك تلاقي إنه كلياتها فقط هي دوائر تابعة قانون العمل. والعمال أيضا تعرف يوفر لهم بالسنة يعني أقل شيء إجازة 3 أشهر، هاي قانون العمل والعمال، هاي قوانين العمل واللي قرأته بنفس ماشي الوقت. ماشي. إذا نحن غير عن يعني عندك وين الرواتب، وين قانون العمل؟ هاي احنا ده نحكي عن الدول اللي فعلا هي مطبقة هالشي، وهالشي يعني لحق الإمارات. أوكي. يعني دبي هي كلش تحترم العامل، يعني بنفس الوقت يعني كلش يهتمون بيهم. تمام. الإجازات المرضية. تمام. اللي خليهم يحتفل بعيد العمال هناك. أوكي. نحن عم نحكي عن مناطقنا دولنا يلي نحن عم نقول نحتفل بعيد العمال، نطلع رحلة نحن، عرفت كيف؟ لا، القطاع العام أحيانا بيعمل يوم عمل إضافي تبرع من عيد العمال للوطن. تمام. لا شك لازم، كثير مهم العمال هن بيحملوا الأوطان، مع يعني مالي ضد هالفكرة، ولكن لازم هالحكومة هالوطن يعطي شيء للعمال هذول. يعني تمام، مو معقول العامل بعد ما يكون قضي عمره بالشغل لما يطلع التقاعد ما يكفيه دخانه اذا كان عم يدخن. تمام. او اجر الطبيب اذا بده يتعالج. صحيح. فالفكره وين نحن، ما انا يعني برايي برجع بقول لك برايي هالدول نحن لازم لما يكون نحكي عن عيد العمال لازم يكون يوم نضالي، يعني يوم نضالي للمطالبه بزياده حقوق العمال اللي هن الحامل الاساسي لأي دولة إذا بدها تتطور. يعني هالعمال اللي مؤخرا صار، أنت شفتي أول ما يقولوا تقشف فتلاقي الشركة سرحت نص عمالها بدون أي تعويض. يعني صحيح. الشركة اللي بتكون مشغلة الناس على 10 سنوات عمليا تعرف يعني بنفس الوقت جواد، المشكلة أيضا اللي تواجه المغتربين، العمال المغتربين هنا نتصادف عندهم مشاكل بالإقامة، يعني مكان إقامتهم أو الإقامة الرسمية اللي مصرح لهم يشتغلون بها بالدولة. كثير من الدول العربية أنه يعني ما قدمت لهم أي مساعدات بخصوص هذا الموضوع، بالتالي تتراكم عليهم غرامات مالية من يغادرون يعني البلد، لازم يدفعوها. غير الاستغلال اللي يصير أيضا. أوكي. من صاحب العمل، وتشوف ما يتعامل برحمة ويا هذا الإنسان البسيط الفقير. أنا شخصيا من زمان قررت أنه التعويل على رحمة الإنسان وعلى الضمير الإنساني هذا كله حكي فاضي. في اسمه قانون هو اللي بيحكم الناس، عرفت كيف؟ لا ضمير ولا دين ولا أخلاق، هذا كله تحطيه على جنب. لكن بنفس الوقت ما أوكي قانون. أوكي. لما يكون في هاي مشكلة، فهمت علي؟ لما أنت عم تعولي على القانون لما أنت عم تعولي على الضمير، والضمير يا فيه ما في، تعرفي أغلب ناسنا منومين ضميره إنه خلاص، يعني طالما هذا الضمير النايم يجيب له المصاري، بيجيب له يعني فلوس، ف ينام يعطي، ما عنده مشكلة. ففي شيء اسمه قانون، ما بيهمني والله
المدير صبح علي وما صبح علي بكيفه تمام، ولكن اذا 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 انا عندي حق اللي عند يعني اللي عنده حق نعم. والقانون بيدعم لي هالحق خلني باخذه عن طريق القانون ويستني عمره ما يضحك بيجي الصبح، عرفت كيف؟ المفروض هذا السبب يعني مثل أوكي. ما نقول اكو قانون يكون موجود مو يكون قانون في قوانين يا بس ماكو ما اي اهتمام تمام. بهذا الموضوع تطبيقها نحن عم نحكي عن تطبيقها تمام، فلهيك لازم انا برايي تكون هذا اليوم يوم واحد ايار بتشوف لك بدول اوروبيه اللي هي قمه المفروض يعني طبعا هني كمان تراجعوا كثير عن حقوق العمال نعم. بالنسبه لهم المفروض هي قمة التطور تبعيتهم تمام بمجتمعاتنا على الأقل نسبياً هالقصة يعني بتطلع مظاهرات وإضرابات إلا نحن نسفع على شو ما بعرف يعني صحيح. عرفت كيف نحن نحتفل بعيد العمال تعرف على أساس إن أحوالنا كثير فظيعة ولا رائعة مضبوط فالمفروض لا تصير يعني تمام لازم هالأيام هاي مظاهرة تمام أي طبعاً مظاهرة سلمية مش ما لا لا مظاهرة سلمية بدا أدعواني إلا مظاهرة سلبية جواد بما أنه أنت متنرفز هسه من هذا الموضوع متضايق وأيضاً أنا بصراحة يعني أحزن كثير على العامل البسيط اللي دا نشوفه شلون هو يتعب في سبيل راحة المواطن. شنو تقول على يعني هذه الأحداث اللي دا تصير يعني بالأخص الشباب العاطلين عن العمل وهم متخرجين وأصحاب شهادات يعني شهادة القصة متعلقة دي كمان نفس القانون العمل اللي كنا عم نحكي عنه يعني هو بكل دولة مفروض في قانون عمل للتوظيف سواء بالقطاع العام أو القطاع الخاص نعم. ما بعرف القطاع العام يعني بالوسائل الإعلام العراقي ما عاد سمعت الكلمة أبدا يعني القطاع العام اللي هو القطاع اللي هو المفروض هو اللي بيحمل المجتمع بيحمل الدولة يعني اللي هي القطاعات الإنتاجية تابعة لأي دولة تمام بالوقت اللي مثلا الدول الكبيرة عم تتمسك بالقطاع العام دولنا عم تتراجع عن هالقطاع هاد اللي هو كان حامل أساسي يعني كان هو يوظف الناس واللي كان طب إذا ما عندنا معامل وين راح توظف في العالم صحيح. تمام مو لازم يكون في حالة جواد تعرف إنه مثلا يعني سمعت هالشي يعني قدامي صار أنه بمبلغ 10,000 دولار أو 20,000 دولار تستلم أحسن وظيفة وأحسن راتب بشرط أنه بعد ما تستلم الوظيفة تدفع المبلغ كامل للأسف كان بسوريا كان في هيك شيء كمان مثلا تعرف في حدا معين بالوزارة ما بعرف من أني كان بيعرف يعني اللي عنده المصاري هي بيدفع مبالغ معينة وبتوظف على أساسها ليش لأنه بيضمنوا تأمين صحي التقاعد أو في مناصب معينة هي أنت بتدفع هالقد بيجيك بسنة نفسها تعبان عم نحكي عن طريق الفساد هذا اللي كان موجود اللي ولسه مستمر يمكن على بأشكال أسوأ أنه تدفع هذا ما بعرف قديش عم تقول 10,000 دولار 10,000 أو 20 تمام فأنت حسب نوع الوظيفة وراتبها تمام لأنه حسب إذا في كمان أنت هتستثمري مكانك أو لا مظبوط فالمبالغ يعني تتفاوت هي للأسف هي كلها مظاهر سيئة جدا لغياب القانون لغياب الرقابة الحقيقية لأن احنا بس نحكي بشكل عام ما نحط والمشكلة احنا بس دا نحكي وماكو أي شيء دا يتغير ما في مشكلة إنه هذا الحكي هو أول خطوة بصراحة يعني بدون ما يكون في وعي الحكي هذا وعي لأسباب مشاكلنا أكيد لكن بنفس الوقت ماكو أي تغيير دا يصير يعني قلنا احنا المواطن بالتالي هو اللي واقع بهذه الأمور لا شك يعني قصص ما بتصير بأيام قليلة بدها شغل احنا بدنا شغل كثير علينا صحيح يعني طيب خلينا نجي هسه على الرسمه تمام الرسمه خلصت الرسمه كانت اليوم عن عيد العمال اللي للاسف بتخيل انه ما بعرف كم عام ضل لسه بمكانه كل عم نسمع عن تسليح عمال عم نسمع عن فصل عمال بطرق تعسفيه يعني بمعنى لا يتم تعويضهم فتخيلت انه واحد ايار عيد العمال راح يكون خليني اكتب اخر واحد ايار عيد العمال كان نسيان هالعبارة هاي عشان إذا اللي عم نشوفه إنه في عنا شخص كتير ضخم
مبين عليه الشرح. حلوة الفكرة بصراحة. إيه قاعد على 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 واحد بنت وعامل، لأنه شوف في عنده أدوات تبع تبع الشغل. إنسان بسيط صار عليه شبكة عنكبوت، بمعنى إنه ما تم استعماله من زمان لأنه الزلمة عاطل عن العمل ما له شغل. الشخص اللي مكتوب عليه البطالة هو اللي قاعد، يعني هو الحارم هذا الشخص من الحركة، فعم ياكل من هنا قاعد ياكل على حساب تمام هذا الانسان، عم ياكل من علبه مكتوب عليها تقشف، طبعا بقراها مشان اللي ما عم يشوفها، يعني تقشف طرد افلاس فصل تطوير. تعرف انه كان يجيبوا لنا مدير مثلا باي شركه، بيجيبوا لك مدير جديد انه بده يطور شركه، اول شيء بيطور فيه انه يحذف لك 30 عامل موجودين على هذول الزياده. لا بعد شهرين بيطلع هذا المدير غلطان بخططه التطويريه وبيتقلع من قبل صاحب الشركه تمام، وهدول 30 ما بيرجعوا للشغل، يعني تخبيص بتخبيص. صحيح، هي نتيجه طبيعيه. فلذلك انا بلاقي بكره عيد العمال لازم يكون يوم لوعي حقوق الناس، حقوق العمال اكيد باحسن طريقه، يعني انه كل ما يعني الطريقه ما كانت واعيه كل ما هذا الشيء بيعود بسلبيه على الناس. لازم واحد الناس توعى حقوقها، الحق عندنا، يعني عند هذا العامل هذا عند صاحب العمل. نعم هيك. أكيد نشكرك جواد على هذه الإطلالة الجميلة والحلوة مثل ما متعودين من عندك. على طول بفتح موضوع ترجع الرسمة. رسماتك لا رسماتك بيها معنى حقيقي، وبنفس الوقت أنه دنآزر العالم بشيء يعني بسيط، يعني نحاول نساعدهم. هذا دورنا، يعني لا تنسي شهد، يعني المسرحية اللي شفناها قبل شوي مع قصيدة الشعر، مع مقابلة مع حدا مختص، مع عامل مثلا له خبره بالمجال النقابي يعني والتنظيم النقابي، يعني خلينا نسميه مع رسمه كاريكاتير، مع كتاب، مع فيلم. هي بتشكل الوعي اللي بتخلينا فعلا نتطور ولا خطوه شوي لقدام. كل يعني كل حدا فينا يقوم بواجبه. صحيح، اكيد نشكرك مره ثانيه، نتمنى لك نهار حلو ان شاء الله. ولك كمان شكرا كثير.